طيب انا دلوقتي في الشكل التاني بتاع بيرست بريست، انا جبت ورق زبده ورسمت رسمه دايره بالشكل اللي احنا شايفينه ده، تمام، شكل دائري عادي جدا ما فيهوش اي حاجه، وهبتدي انزل بالعجينه بتاعتي واحده واحده كده عشان امشي على الخط اللي انا رسمه. ومعانا امل نقول الو. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا امل؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله يا حبيبتي، انت عامله ايه؟ الحمد لله كويس. ايه رايك في فكره البرنامج بتاعتنا؟ جميله جدا والله. ربنا يخليكي، ميرسي يا حبيبتي. ليكي اي سؤال؟ انا بحب حضرتك خالص. ميرسي ميرسي يا حبيبتي، انا كمان بحبك قوي قوي. ميرسي. تحبي تسألي أي سؤال ولا؟ عايزة أسأل حضرتك. اتفضلي. عايزة طريقة الكيكة، كيكة الشوكولاتة. عينيا، حاضر، تأمريني. أنا هعمل كيكة شوكولاتة وكيكة فانيليا، كل الكيكات مع بعض بإذن الله. وتابعوني كل يوم حد، بجد إن شاء الله هيكون في كل مرة كل جديد. يا رب دايما كده أكون عند حسن ظنكم بيا. تعالوا نشوف مع بعض كده، هنعمل اول صوص من صوصاتنا النهارده اللي هو صوص الكراميل اللي هو السكر، ازاي هنعمل منه حاجه لطيفه للكروكنبوش. اولا بنزل بالسكر بتاعي والميه والمعلقه الصغيره عصير ليمون اللي قلناها في الاول خالص، طيب، وبحطها على نار متوسطه، مش هحرك فيها اي حاجه ولا بمعلقه ولا باي حاجه، هسيبها لما يسخن والسكر يدوب تماما، وبعدين اسيبه لما يخش على اللون اللي هو الذهبي القافل شويه، وابتدي استعمله عشان اولا هلزق بيه وحدات الكركمبوش مع بعضها عشان اعمل الشكل اللي احنا شفناه مع بعض، ثانيا بيدي طعم وشكل حلو قوي. طيب انا ازاي عملت الشكل بقى الهرمي اللي احنا شايفينه ده؟ الشكل ده يبان ان هو شويه ممكن يكون صعب او تفاصيله كتيره، الموضوع سهل جدا وهنشوف مع بعض عملي دلوقتي. طيب قبل ما استغل فرصه ان هو الصوص شغال على النار، تعالوا نتكلم على بقى الكروكنبوش بعد ما بيخرج من الفرن بنتعامل معاه ازاي. اولا انا عندي، بصوا هنا، ادي الكروكنبوش بعد ما بيطلع من الفرن، دي شكلها، تمام، احنا شفناها طبعا. طيب انا عايزه افتحها من جوه واشوف شكلها عامل ازاي. اولا الكركمبوش بعد ما يطلع من الفرن طبعا بخله سنان بعمل فتحه زي دي، مش عارفه انتوا شايفينها كويس، تمام، شايفينها؟ طيب تمام، دي بتطلع لي الهواء، اوكي، وبيبقى يعني نتيجه احسن للكركمبوش، يفضل يعني نعمل الموضوع ده. طيب حلو قوي، تعالوا بقى نشوف. ومعانا مدام كريمة. ألو مدام كريمة. أيوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دودو؟ ازيك يا حبيبتي؟ أهلا بيكي. حبيبتي منورة منورة. أشكرك. وبعدين أنت عارفة أنا كنت متابعاكي طبعا. أشكرك جزيلا. أنا مبسوطة جدا لأني برضه شفت حلقتك مع شيف يوكري قبل كده. أشكرك جزيلا. بحييكي وبقول لك إن الحياة منورة بيكي يا دودو. ميرسي. ميرسي والله. وبجد احنا الله. متعودين على اكلاتك والتصديرات الحلوه الهايله بتاعتك. متشكره قوي. متشكره قوي. ميرسي، انا بحبك اكتر. وميرسي على تليفونك الجميل والله. لا يوسف الصغير بقى اللي انا طلبت منك اكلات عشان اطفال مرضى السكر هو اللي بيقول لك بحبك قوي. يا حبيبي. بيقول منوره. أنا بجد انا بحييكي جدا جدا. انا حبيت بس اني احييكي واديكي كمان دفعه وطاقه كبيره لان انت بجد من الشيفات الحلوين المحترفين اللي بجد بيعملوا من ما فيه حاجات حلوه جدا جدا. فبجد بقول لك تسلم ايديكي يا دودو ودايما النجاح لنجاح. انت وكل الستات الامارات الحلوين اللي بجد يعني منورينا ومشرفينا دايما. ميرسي جدا مدام كريم على اتصالك الجميل وبوسيلي ابنك الجميل ده، وان شاء الله يعني يكون في وصفات معانا كتير باذن الله من بعد كده لكل مرضى السكر، الاطفال طبعا تحديدا. وبجد سعيده جدا بيكم النهارده. طيب الصوص الكراميل شغال على النار زي ما احنا شايفين هنا، ممكن ابتدي احركه باي معلقه خشب عندي، وعايزين سكينه. طيب السكر اللي معايا الكراميل، معايا كوب سكر، معايا نص معلقه، سوري، معلقه عصير ليمون، ومعايا معلقتين كبار ميه. دي مقادير الكراميل، تمام. معايا كوب سكر،
معايا معلقة عصير ليمون ومعايا معلقتين كبار ماء. تمام؟ طيب ايه كمان؟ هعمل ايه تاني؟ الصوص بتاعي شغال على النار مفيش مشكلة. طيب احنا عايزين بقى بصوا مع بعض كده، هنفتح واحدة من الوحدات الكروكنبوش او البروفيت رول ايا كان الاتنين واحد. انا بس ايه عايزة افتحها من غير ما بوظها، بس عايزة اوريكم شكلها من جوه كمان عامل ازاي. بصوا ده الشكل المفروض تكون عليه وحدات الكروكنبوش او البروفيت رول الناجح، ان هي تكون مفرغة جدا من جوه، مش مجرد عجينة من بره شكلها حلو قوي، اجي اول ما احط عليها صوص او اي حاجة تعجن مني تطرى مني وتعجن. طبعا غلط، يعني هو ده الشكل الطبيعي الصح المفروض يكون عليه كروكنبوش. طيب هنبتدي نشتغل في صوص الكراميل، قرب يخلص. طيب كمان هنعمل صوص شوكولاته، هنعمله دلوقتي مع بعضه. عايزين بقى ايه؟ هنجيب لصوص الشوكولاته عايزين طاسه، دلوقتي حالا الصوص قرب يخلص. انا بقى في حاجه، صوص الكراميل ده اول ما هيخلص يعني نوصل لدرجه اللون اللي احنا عايزينها بسرعه جدا هنشتغل بيه. ليه؟ لانه بيجمد، فانا مفروض اول ما يخلص على النار مفروض اخده كده من على النار احطه في حمام ميه ساقع. بس حتى لو حطيته في ميه حمام ميه ساقع ده مش معناه ان انا اشتغل براحتي، لا لازم برضه اشتغل بسرعه، هو ده طريقته. تمام؟ طيب بص بدأ اللون يغير ازاي، شايفين؟ يعني هو ايه ما بياخدش حاجة. وناخد بالنا من درجة الحرارة، يعني احنا هنبقى احنا ميزان نفسنا، يعني انا اللي هبقى حاسة امتى اوطي النار شوية هنا لما احس ان هو ريحته طلعت قوي مثلا ولونه غمق فجأة كده، يعني اهدى عليه شوية بالحرارة. يعني احاول ان انا دايما ابقى حساسة في معاملتي في الحلويات. طيب اللون هنا حلو قوي، انا ممكن ابتدي اشتغل هنا، بس السكر لسه ما دابش كله، لا هسيبه شويه كمان، ممكن اعلي سنه، وممكن ابتدي اشتغل في صوص الشوكولاته عشان ما اضيعش وقت برضو. طيب انا هعمل ايه بقى في صوص الشوكولاته؟ مكوناتها عندي شوكولاته مبشوره. سر الشوكولاته السايحه المظبوط هي مبدئيا الشوكولاته تبقى مفرومه ناعمه قوي، كل ما تفرميها ناعم قوي كل ما تحصلي على نتيجة أفضل. معايا كريمة لباني، معايا زبدة. طيب أنا هاجي هاخد، تمام هي معايا الشوكولاتة المفرومة زي ما قلنا الشوكولاتة البني الخام، ومعايا كريمة لباني ومعايا زبدة. دي إيه؟ دي مكونات الصوص. الصوص الكراميل هو كده كفاية قوي عليه على فكرة، فأنا بقى معلش أنا هبتدي أشتغل بيه دلوقتي. بصوا هرفعه من النار أهو بسرعة هبتدي أشتغل. طيب أنا عايزة بقى أوريكو، عايزين طبق صغير بس هنشوف عليه موديل صغير كده. أنا مش هعمل طبعا البرج الكبير ده، طبعا بياخد وقت شوية، كل ما البرج هيكبر أو الشكل هيكبر هياخد مني وقت أطول، فأنا هعمل لكم عينة صغيرة. أدي الصوص أهو، الصوص المثالي زي ما بيقولوا. طيب خلينا بقى نبدأ. أولا هجيب بالظبط هبتدي اجيب وحدات الكروكنبوش اهو معايا بقى خطوه خطوه اهو، هبتدي انزل بيها كده. خدوا بالكم التعامل مع صوص الكراميل بحرص شديد جدا، لانه يعني الشغل فيه خطر جدا. بصوا انا موقفاها ازاي. تمام هبتدي اغطسها حاجه بسيطه وبحرفها وابتدي اجي. لا بجد الشغل في الكراميل السخن ما فيهوش هزار، ويستحسن واحنا شغالين في الكراميل ما يبقاش فيه اطفال في المطبخ خالص اصلا، يعني خطر بجد. ادي كده ايه بغطسها ومن الجنب عشان هلزقها في اللي جنبها. بالظبط كده. تمام كده حلو، والف واشتغل تاني اهو، وفي نفس الوقت انا مخليه بالي بالظبط، اخلي بالي ان الصوص الكراميل ما يمسكش مني، لو مسك ارجعه تاني على نار هاديه. تمام كده ومن الجنب اوكي، وابتدي اجي ارص اكمل رصتي اهي، وابتدي طبعا انا معايا مدام سناء. نقول الو. اهلا مدام سناء. الو ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ مساء الفل. مساء الفل عليكي.
عامله ايه يا حبيبتي؟ وحشاني والله يموت. ازيك حبيبه قلبي، عامله ايه؟ الحمد لله والله. انا سمسم اللي بكلم حضرتك على الفيس. اهلا بيكي يا حبيبتي، اهلا بيكي، منوره الدنيا كلها. والله انا سعيده بيكم النهارده بجد، انتوا احلى حاجه في الدنيا والله. الله يخليكي حبيبتي. حبيبتي ربنا يخليك يا ست الكل. انا فرحانه اني شفت حضرتك قوي قوي، ومبسوطه بكل حاجه بتعمليها، يا تسلم ايديكي بجد، ربنا يخليك. ربنا يبارك فيكي، ميرسي على ذوقك وكلامك الجميل ده، انا مش قد الكلام الحلو ده والله. ميرسي ميرسي مدام سناء، اشكرك على اتصالك. بكمل الدايره بتاعتي. بصوا السلاسه، مفيش حاجه صعبه علينا، كل حاجه ليها طريقتها وليها، بس المهم ان انا ابقى واخده بالي وانا شغاله في الكراميل ان انا درجة حرارة بتبقى فظيعة، يعني لو اتلسعنا مش حاجة سهلة يعني. طيب اهو بصوا، انا بمسكها بحرص لان انا خايفة. انا شخصيا خايفة اهو كده، وابتدي اقفل الدايرة بتاعتي واكمل واطلع بقى واحدة واحدة كده، وانا بطلع هميل شوية، يعني هوريكم مثل كده بس، حاجة كده واحدة او اتنين، عشان طبعا ما عندناش وقت ان انا اكمل كل البرج. تمام اهو كده مثلا، واثبت ايدي لمده ثانيه، لما الاقي واحده يعني مهزوزه شويه هبتدي اثبت ايدي بس ثواني عشان تمسك في الوحده اللي جنبها كده اهو. تمام، ادوس شويه كده هلاقيها ثبتت لوحدها، وهكذا. الكراميل بصوا بدا يمسك ازاي، معنى كده ان انا ممكن ارجعه تاني على النار، على نار هاديه، وهكذا مفيش مشكلة. اهو الدايرة بدأت تقفل معايا. لما اجي اطلع الدور اللي فوق اعمل ايه؟ مش بنفس الاتجاه، لا هوريكم بس الحتة دي، مش بنفس الاتجاه، اروح مميلة شوية. بصوا معايا كده واحدة واحدة، مش بنفس القطر، بقفل الدايرة شوية كويس كده، وقفت ومسكت نفسها مفيش اي مشكلة خالص، بس انا مش هتقع، مش هتقع. كل شيء مدروس. بصوا يعني تمام، هنعمل واحده كمان عشان اللي بيقولوا لنا ان هي هتقع دي. لا 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 ما ينفعش كده والله، اهي 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 مسكت ولا لا، بس كده. طيب عملنا كده مثال وتمام جدا. طيب تعالوا نخش بقى في الايه، صوص الشوكولاته. كتير جدا جدا بيطلبوا طبعا صوص الشوكولاته، وده من اسهل ما يمكن. انا بجيب ايه؟ بجيب حاجه، اي اناء زي كده تمام، واحط الكريمه بتاعتي والزبده، بحطهم على النار. تمام، هقول لكم هنعمل ايه دلوقتي. ادي الزبده بتاعتي، انزل بيها، اتاكد ان النار شغاله، خلينا هنا اضمن بصراحه. تمام، لسه بتعرف على البوتاجاز برضو كويس. ادي الزبده بتاعتي وادي الكريمه اهو. وبعدين ايه اللي هيحصل؟ انا معايا شوكولاته مفرومه ناعم جدا، هسيبهم دول بقى يعيشوا حياتهم مع بعض. طيب الشوكولاته بتاعتي اهي تمام، عايزين بقى بوله اكبر شويه عشان نعرف نشتغل فيها براحتنا، لان انا لو حطيت الكريمه على الشوكولاته بالشكل ده طبعا هيطلعوا بره البوله. عايزه بوله بس ايه، اكبر شويه. وهقول كمان المقادير الصوص الشوكولاته للمره الثالثه عشان ايه اللي ما لحقهاش برده. هو جناش الشوكولاته معايا 227 جرام شوكولاته خام بني مفرومه ناعم، معايا 3 ارباع كوب او 180 ملي كريمه لباني، ومعايا 2 معلقه كبيره او 30 جرام زبده. طبعا بالنسبه لحته الجرامات دي والنبي، اللي دايما يعني في ناس طبعا بتقول لا ما بحبش الشغل بالجرامات، او انا صعب عليا، او ايا كان. بصوا هقول لكم على حاجه، هو في الحته دي هي طبعا وجهات نظر، بس الحلويات يفضل بصراحه ان يشتغل بالجرامات، يعني ده مبدئي يعني، لانه بصوا الجرامات بتظبط اي حاجه. انا عندي في البيت كوبايه معيار، ومعايا هنا على فكره هوريها لكم دلوقتي، كوبايه معيار وميزان عندي بقاله سنين شغاله بيهم، بس موضوع بسيط جدا على فكره، ومش مكلف زي ما احنا فاهمين خالص، بس بيظبط فعلا الدنيا. طيب انا بعمل ايه في الكريمه والزبده؟ بسيبهم لما يبتدوا هياخدوا غلوه، وبرده هلاحظ من هنا كده
هبتدي انزل بيها على الشوكولاته المبشوره. بسم الله الرحمن الرحيم، بالراحه كده. بعد ما بنزل بيها بالشكل ده مش هعمل اي حاجه، انا مش هحرك حتى بالمعلقه، انا بس هجيب الشوكولاته كده وكده، عايزاها بس تغطس كده مش اكتر، تغطس كلها في الكريمه. طب هعمل ايه تاني؟ مش هعمل حاجه خالص، هسيبها يعيشوا حياتهم مع بعض 3 دقايق بالكتير، وابتدي بقى احرك بمعلقه بالراحه كده جدا. كل ما احرك كل ما اللون يغمق لحد ما يوصل لدرجه اللون اللي انا عايزاها، اللي هي تبقى دارك شوكليت او الشوكولاته الغامقه. ومعانا ام يوسف. الو يا ام يوسف. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا حبيبتي؟ منوره حبيبتي، ربنا يخليكي. اهلا بيكي. تسلمي. طبعا انا مش هقدر اتكلم اكتر من كل حبايبك اللي قالوه، بس يا ريت من فضلك المقادير تنزل تاني لو سمحتي. ومنوره يا عم. عينيا، ميرسي خالص، نورتيني، نورتي الدنيا كلها والله. تسلمي يا قمر. تسلمي، ربنا يخليكي يا روحي. وممكن ابعت ايه ده؟ طبعا طبعا اكيد. انا كنت عايزه ابعت طبعا لمدام هيام حبيبه قلبي وحبيبه اسكندريه كلها طبعا، وكانت معاكم في الحياه. وعايزه ابعت لمدام شيرين برضو ومدام حنان ومجموعه ناس كتير جدا جدا متابعين ليكم جيدين جدا، وبقول لهم ربنا يا رب يكرمكم ودايما من نجاح لنجاح يا قمر. ربنا يخليكي، ميرسي على دعوتك الجميله ومنورين الدنيا. وحابه اقول ان انا مبسوطه جدا ان انا هكون معاكم على قناه الحياه باذن الله في برنامج ست ستات كل يوم حد الساعه 6، ويشرفني ان اتصالاتكم الجميله. والاتصال برنامج على رقمين، هما في عندنا الرقم 1720 من اي محمول، وفي رقم ارضي اللي هو 0900 9720. منورنا مكالماتكم الحلوه، ويا ريت يبقى في دايما تواصل بينا كده كمان على صفحه الحياه الرسميه لاي استفسارات اقتراحات تهمنا.